يعني يشهد لك الحقيقة بأنه دائما حديثك يكون حازم، ويبدو أنه مجلس الأمة يقر بأصوات كثيرة لصالح هذه التعديلات. أي منها تجد أنه سيكون تأثيره الأكبر على سوق المال الكويتي؟ أولا أنا حقيقة سعيد بأن زملائي وإخواني أعضاء مجلس الأمة اتفقوا بإجماع الحضور في ذاك اليوم على التعديلات، والأمانة المسألة ما كانت تتجاوز الإقناع بأفضل الممارسات العالمية المتعلقة في تنفيذ هذه القوانين والقوانين المماثلة، لذلك كان سهولة الإقناع ويعني الفضل يعود لحرص الأخوة النواب على أن يكون لدينا قانون لهيئة أسواق المال فعلا يعطي الهيئة الصلاحية والفعالة لحماية صغار المستثمرين، وفي نفس الوقت وبشكل متوازي تطوير السوق والحفاظ والتأكيد على تنميته، وأن يكون المناخ الاستثماري في الكويت عموما فيما يتعلق نعم. بالبورصة مناخ مستقطب للأموال. نعم، نعلم جيدا أنك تشغل وزارتين، يعني هذا ليس بالهين، لكن الترابط بينهما ربما سيأتي بثماره على السوق. ما تزال السوق الكويتي تعاني منذ أزمة 2008، عندنا العديد من الشركات تقف في نطاق ربما ترغب في من يقف يعني يحملها أو ينتشلها من الوضع، ناهيك عن أنه نحتاج إلى تطوير بعض من القوانين داخل السوق. ما الذي تحضر الحكومة اليوم للسوق الكويتي لإنعاشه، للأخذ بيد هذه الشركات، لوضع السوق الكويتي من جديد في الصدارة كما كان له سابقا؟ يعني هي الأمانة عدة خطوات، ما نقدر نغفل بعض المواد اللي تم تعديلها في قانون هيئة أسواق المال. كانت عندنا مشاكل قانونية يعني وعوائق في طريق جعل الأسهم والأوراق المالية تكون ائتمانيا سهل أن البنوك تأخذها، الآن هذه أزلنا العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم والأوراق المالية ضمان ائتماني جذاب، بالتالي البنوك الآن يعني بالنسبة لها الأصل السهم الورقة المالية صارت جذابة لأن أزلنا بعض المشاكل المتعلقة. كذلك مادة تنظيم صناع السوق اللي يعني يضمن توفير قوى عرض والطلب على الأسهم خصوصا اللي تكون راكدة لها باعتبار أن لها ملاك كبار، إدخال مشغل عالمي حتى نتأكد بأن سوقنا يكون يعني سوق مدار على أعلى المستويات الفنية، أحكام الاستحواذ الإلزامي والتعديلات اللي تمت عليها. الحقيقة النقطة مهمة ثانية في طالما أنك ذكرت الحكومة هي الإنفاق العام. نعم. ضرورة فعالية رفع كفاءة الإنفاق العام والتأكيد من يعني تنفيذ الخطة التنمية بشكل أفضل بكثير من السنوات السابقة، والحمد لله المؤشرات كلها خصوصا إذا ما رجعتي للبيانات المجالس إدارات تحديدا المصارف باعتبارهم يمولون هذه الخطة كلهم أكدوا أن السنة هذه والسنة الماضية رأوا نمو، وهذا عاد بالعوائد المجزية بالنسبة لميزانياتهم، وهذا بالتأكيد سينعكس كذلك تدرجا إلى قطاعات أخرى في السوق المحلي. نعم، كان لكم معليك تصريح يوم الخميس حول استراتيجية الحكومة القادمة، الحكومة بحسب حديثك ماضية في موضوع التخارجات أو بيع حصص لها في بعض من الشركات حسب رؤيتها وحسب استراتيجية ما ترى مناسب لها. كيف تفسر وقع هذه الأخبار أو ترى وقع هذه الأخبار على السوق وأنتم تتحدثون عن تخارجات من شركات؟ يعني لما نقول تخارج ترى يعني شهد التاريخ بأن عندما تبيع الهيئة العامة للاستثمار أسهمها أغلب الأسهم اللي تم بيعها الآن صارت قصص نجاح، إذا حبيت تشوفين زين أجيلتي وخلافه من كثير من الشركات يعني انتقلت من مستوى إلى مستوى، بالإضافة إلى كان التاريخ يشهد بأن في فترات بيع الهيئة العامة للاستثمار لأسهمها دائما يحدث وراها مباشرة والتزامن معها فترات رواج في السوق المحلي. يمكن حضرتك تشيرين إلى أن مؤخرا كذلك صدرت في نفس يوم قرار القانون مال هيئة أسواق المال صدرت توصية من الأخوة أعضاء مجلس الأمة بوقف البيع، ويمكن اللي يحتاج التأكيد عليه بأن لما أنا أصرح بأن احنا مستمرين لا يعني تعارض مع هذه التوصية باعتبار أن التوصية محددة المدة وهي 3 شهور إلى حين أن يعد ديوان المحاسبة تقرير متكامل يبين بأن هناك آليات وضوابط خصوصا هذه الشركات اللي عندها أراضي أملاك دولة أنها لا يتم الاستفادة وتغيير نشاط الشركات التي يباعها بالتالي الاستفادة من هذه الأراضي.
لذلك لا يوجد توصية بعدم البيع على إطلاقها، وإنما هي محددة الزمن والمدة، لذلك يعني هي مرحلية فقط. نعم، وأشكرك جزيل الشكر معالي وزير المالية ووزير التجارة بالإنابة الكويتية سيد أنس الصالح، شكرا جزيلا لك.